بطبيعة الحال اليوم متواجدين بمدينة فاس بمعية الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد على مستوى كل قطبين، كل من جهة فاس مكناس وكذلك جهة الشرق، وبمعية كذلك الإطارات النقابية الصامدة والمناضلة، أقول استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيانها الوطني الختامي، والداعي كما كيعرف الجميع إلى إضراب وطني لمدة 4 أيام 19 20 21 22 فبراير، وكذلك مسيرات الأقطاب على مستوى كل من مدينة إنزكان، على مستوى كذلك مدينة مراكش، وعلى مستوى كذلك مدينة طنجة، ثم على مستوى مدينة فاس. بطبيعة الحال المعركة لا زالت سارية ما دام أن التعاقد لا زال ساريا. معركتنا معروفة للعيان، معروفة للجميع، هي من أجل إسقاط مخطط التعاقد أقول والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. جاءت هذه المسيرة استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمثلت في إضراب على امتداد 4 أيام 19 20 21 22 فبراير مرفوقة بمسيرة الأقطاب، تمركزت في كل من فاس، طنجة، إنزكان ومراكش لنجدد التأكيد على رفضنا لنظام العقدة كنظام هش في التوظيف. وخير دليل هو ما أصبحت تروجه الحكومة مؤخرا حول وجود نظام عادل جديد، هذا اعتراف منها على أن النظام هو نظام غير صحيح ونظام هش. نرفض تماما، نجدد كذلك رفضنا لمحاولتهم تسليع المدرسة العمومية وخصوصا التعليم العمومي. مجانية التعليم هي حق لكل أبناء الشعب المغربي، ولنا إذا كانت الحكومة تراهن على عامل الزمن فنؤكد بأننا واعون كل الوعي بأننا نؤمن بأن درب النضال طويل وبه منعرجات ويتطلب طول النفس، ونحن كأساتذة فرض علينا التعاقد، لنا من طول النفس ما يؤهلنا للاستمرار في معركتنا إلى النهاية. نزلنا اليوم في 20 فبراير من أجل أننا نقول رحنا مازالين في الشارع من أجل المطالبة بالحقوق العادلة ديالنا اللي كتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا المطلب اللي خرجنا به عليه النهار الأول لازلنا متمسكين به. نحن لن نرضخ لكل المراوغات اللي كديرها الوزارة، ولا زلنا متشبتين بالمطالب ديالنا. اخترنا هذا اليوم هذا لما يحمله من حمولة تاريخية لدى الشعب المغربي، لذلك لازلت أؤكد وأقول بأننا لازلنا متمسكين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية باعتباره المطلب الوحيد الكفيل بإرجاع الأساتذة إلى الأقسام ديالهم. وهذا الشيء هذا راه معروف عند الشعب المغربي، معروف عند كل الجماهير، ان التعاقد هو مجرد نظام كيكرس الهشاشه في قطاع التعليم وكيضرب في الوظيفه العموميه وفي قطاع التعليم بشكل عام. والتوجهات اللي كتقول الدوله على انها توجهات استراتيجيه، نحن كأساتذة نقول ايضا اننا لن نتخلى عن حقنا العادل والمشروع المتمثل في المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية باعتباره المطلب كما أقول الأول والأخير والمطلب الشامل لكل أساتذة، وتحية نضالية للجميع. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.